وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن أفضل شيء من أجل مصر هو أن تتعاون مع تركيا وألا تتجاهلها، وأضاف أن بلاده رفضت الانقلاب في مصر وأنها ليست ضد الشعب المصري، مضيفا أن مصر دولة مهمة للعالم الإسلامي حسب تعبيره. وفيما يتعلق بالشأن الليبي، وجه شاوش أوغلو خطابه لداعمي حفتر متسائلا عن سبب عدم الضغط عليه للموافقة على وقف إطلاق النار عندما ذهب لبرلين وموسكو. أيضا إلينا من إسطنبول مدير مكتب الجزيرة عبد العظيم محمد. عبد العظيم، ماذا عن تصريحات وزير الخارجية التركي وأهم ما جاء فيه فيما يتعلق بالملف الليبي؟ نعم، بالتأكيد كانت تصريحات توضيحية مهمة تتعلق بالدرجة الأساس حول المبادرة المصرية والموقف التركي من هذه المبادرة. كان الوزير واضحا في كلامه إلى أن تركيا لا تعترف بهذه المبادرة، وقال إن هذه المبادرة ولدت ميتة لأن الطرف المنتصر في المعادلة الليبية الآن هو حكومة الوفاق، وفائز السراج لم يكن حاضرا في هذه المبادرة ولا في القاهرة الاجتماعات للتحضير لهذه المبادرة، وكانت هذه المبادرة بين طرف واحد مع نفسه ومو مع داعميه بالأساس. وتحدث الوزير مباشرة إلى مصر والإمارات وموجها الكلام لهم أنكم لم تدعموا كل المبادرات الدولية التي كانت تنادي، التي برعاية الأمم المتحدة وبرعاية دولية التي طالبت بوقف إطلاق النار، لم تدعموا أو لم تدفعوا خليفة حفتر إلى الموافقة على هذه المبادرات. وأشار بالتحديد إلى مبادرتي موسكو وبرلين عندما انسحب خليفة حفتر من الاجتماعين رافضا وقف إطلاق النار. والوزير هنا يشير إلى أن المعلومات التي تحدثت خصوصا في موسكو إلى أن السفير الإماراتي الذي كان يحضر خارج قاعة الاجتماعات عندما كانت تعقد الاجتماعات بين الوفدين كان مرجعا للوفد خليفة حفتر ولخليفة حفتر، السفير الإماراتي في موسكو رفض، أصر على خليفة حفتر على عدم التوقيع على مبادرة إطلاق النار التي رعتها موسكو، وانسحب خليفة حفتر بشكل مفاجئ وغادر موسكو رافضا التوقيع على هذه المبادرة عندما كان هو الطرف الأقوى وقريب من طرابلس. أشار الوزير مولود شاوش أوغلو إلى أنكم لماذا تطلبون الآن وقف إطلاق النار عندما أصبح خليفة حفتر منهزما متراجعا عن العاصمة، وأصبحت حكومة الوفاق تبسط سيطرتها على كل غرب ليبيا، وموجها الكلام لهذه الدول إلى أنكم لم توافقوا على قرارات وقف إطلاق النار في ذلك الوقت، ما الذي جعلكم توافقون عليها الآن سوى تراجع وهزيمة خليفة حفتر؟ وقال إن المبادرة المصرية كما قلت هي ولدت ميتة ولا يمكن الاعتماد عليها أن تصبح كمرجع للمفاوضات والعلاقات بين الطرفين، باعتبار أن هذه المبادرة لا تساوي بين الانقلابي وبين الحكومة الشرعية، بين ما سماها بالأطراف الراعية للإرهاب والأطراف الشرعية المعترف بها دوليا. وهذا الخطاب لوزير الخارجية هو منسجم تماما مع الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق ولفائز السراج والداعم كذلك على الأرض. من إسطنبول مدير مكتب الجزيرة عبد العظيم محمد، شكرا جزيلا لك.